عارفه انه بات بره معذور مش تقلي الدنيا. انا عايزاكي في حاجه اهم، انت بنت اخويا، واذا ما شفتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انت مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدري فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى، اتكلي على الله يلا وفرحينا. عارفة كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا الجدعاني كده وجيب لنا حتة بتقفشيها، وبدل ما انت سارحة معاه طول النهار كعب داير، هاتي هنا المحل على الأقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه، وبالمرة يفتح لك إزازتين تلاتة بيرة، وهو الجر أولى بالشفعة. رمانة الطلة اللي مش في أوانها دي، عايزاك ضروري. بالسلامة أنت يا روحي. اسمعي، اوعى يحصل صرمحة برا المحل تاني، الصرمحة تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي مرني ذاكر لها باب الركلام صفحة 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا أختي أنت وهي. يلا شلبي مرني الكيت يا روحي. لا مؤاخذة يا نجم، باب الركلام ها؟ أموريني يا نجمة. بقول لك إيه يا مرت، اوعى تجيب سيرة الخميس بأياتها حاجة. خميس؟ سيرة حاجة؟ لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا إيه يا نجمة؟ جرى إيه يا مرت؟ أنت هتعملهم عليا؟ ما أنت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، أنا ابن السوق والكلام لازم يبقى أخد وعطا. عايز إيه تاني؟ مش كفاية اللي أنا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. أمال عايز إيه يا أخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مره جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقه، كنت هقلبه فرن بلدي، قدمه علينا نحس. خميس انت عارفه كويس دماغه جزمه قديمه، ورمانه ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت، بدل ما حاجه تانيه تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانه ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملطي بيضون. خد مني انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم، وعايزني انا اقول له؟ اقول له. عايز انت تقول له؟ قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوك. شكلها اخباريه في شنك يا سعد الفاشل. لسه في اول الليل يا عارف حته زهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق، بس يعني هات العربيه دي. ديت؟ لا لا لا، اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا، اللي وراها الميني باص. ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى يا بس رخصك. اركنلي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عالم. وده ايه ده يا نحنوح؟ تبشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة سلف، أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات بره أبات جوه، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي.
حدش عنده ضحك السلف داري. أمي مالها صوت في البيت. شفت مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال احفظوا الزومات يخليكم في ظهري. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول ينط من على السور يا فندم. انتوا عارفين تتفرجوا ورا. يلا يا رجاله ورا. يا ابني في ايه؟ لو قربت مني هتبعها. تبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينة في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن. حد يا ابني سيب السكينة اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقة؟ ولا اتنين؟ ولا زيادة؟ ايوه هي زيادة. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب، زمن الوحوش حوش يا رب يا رب يا رب. ياما في الزمن ده اتغيرت نفوس. القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه. الو بتقول ايه؟ واد اتمسك؟
طب ما الحكومة شغالة كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانة ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش، في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوف الكل بكره الساعة 6 عشان يعزم. أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. رمانة جاهزة؟ جاهزة ومستنياك حباية حباية. برافو يا مالدي، هات البلط وحصلني. أمرك. إحنا في زمن الوحوش، ناس ما يرحموش. ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش يا مطي. ده مهما كان يتعدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا افندينا. شفت؟ لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متاجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقولي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضية دي كلها. دي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ ابصلي. خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ بطرون! رد عليا يا رجالي. تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج اعرف من حضرتك اسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. انت دخلت هنا ازاي؟ ما عرفش. والنبي ما انا سايقه والله بحبه. والنبي ما انا سايقه والله بحبه. طب هو صحيح. الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح. الله يلا وين السعبة دينا. يا رمانة انت مستخبية مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجودة اهو. انت عارفة مبدئي اللعب على المكشوف. انت مش لابسة كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا. أمرك.
تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلت ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمة. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفكش اللي لهفت من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمة وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. بعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ وير يو جو؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه، ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله، ونعيش كله، ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله، لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا، ولف الحوار وحاول بيه سكه تانيه، وكله لاجل عيون المكسب. والمكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انت لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالب. وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل، وننتبه لنقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير، جهنم يعني يا حياتي. وزي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحة الكل. أنهي كل؟ أنهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، أسيب الكلب بتاعهم يروح إزاي؟ اهدى بس يا خميس، إحنا لسه بنقول يا هادي، وأنت لسه طالع والعين عليك، والحكومة لو شمت خبر. إيش دخل الحكومة في اللي أنا بقوله؟ ولا إحنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصة اللي اتربصت لك ردينا عليها يا خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالساهل. برضك ليه رد؟ ورديت على الرصاصة ازاي خير؟ بوظ للنوح عملية تقيلة، دافع فيها قرشين حلوين. قال؟ اه. بوظتها له ازاي؟ إخبارية للحكومة. ده كلام ده يا خل؟ ده كلام؟ من امتى ردنا بيبقى غدرة ولا خيانة؟ ومن امتى بندخل البوليس في المبال ده؟ لا إله إلا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتأمننا هما تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية أفندينا ولا يطلع من إيدينا بوسهنا. ايه؟ ايه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روحي، بس ما تروحيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم يا افندينا. يا ملط، يا ملط، عزة فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحه يا واد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير،
يعني ما يلحقوش يقضبوها. بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيل يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ ابو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ انت ناسي عمل ايه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار انك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده انا عاوز تبقى كبير يعني. انا لا عايز ابقى كبير ولا عايز ابقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس بلاده تطلع منين. خساره. على كده على طول، كل ما اتزنق يخلع. معلش اصبري عليها مطره بكره يعني. الحكايه بوخت قوي يا معلم. انا لا بقيت حمل لخبطه براءه ولا حمل الغازك. انا بقى عايز اعرف راسي من رجليا في الليله دي. صبر يا مطر. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ شفاعه، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك واعرف اذا كان قال حاجه وقع بحاجه، وما ترجعليش الا وانت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعه. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. ما قلتلك الصبر يا مطرة. الله، هو السمع بقى بعافية ولا حاجة؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم أغبية. ما تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوة والنتيل. سكر عليها. سوريا. بيت يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قركو. أنفخ لك فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر. أهو. هوى 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 كده؟ لا هوى هوى أهو. هوى لغاية ما تشعلي. أهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحده، وربنا ما هو لوحده، ده كل الحجارة ولعت. بقول لك إيه يا بنت؟ نعم. ما تمسح فيه ظهري شويه عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عينيا الاثنين، بس مش قدام الرجاله. انا هسيبك على فوق حضر القعده. عين عليكي بنت متعاونه، بس محتاجه مجهود. لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت ومشي الرجاله. ها يا علي، طمني. اتكلم ولا نطق بكلمه، نفس اللي قاله لك يا اخي. زي ما يكون مربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه. خلاص يا باشا، زي الغنم عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيبلبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي، انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك، جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي، انا ما اقصدش ده، هما اهله يفرقوا عنه في حاجه. انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السكاده. اوامرك. مدام كرامه، الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي، انما بس اللي حصل دلوقتي انا شايف ان الحاله اتاخرت جدا ومش لاقي تفسير لدوت. انت مش ماشيه على علاج ولا ايه؟ طبعا ما في ايه، بس الحقيقة انا توقعت لما جوزك يرجع
إن حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجة مضايقاكي؟ إيه هي؟ لازم تكوني صريحة معايا عشان أقدر أساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي بإذن الله، بس كل حاجة هتيجي في وقتها. ثقي إنك ممكن تتكلمي تاني. أنت صحيح جيتيلي متأخر، لكن أنا ما زلت عندي أمل. إنما أي حاجة تانية بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي إن الأدوية اللي أنا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وأنت حامل. هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الأهم إن أنت مش مهيئة نفسياً في الوقت دوت لحمل طفل والأمومة. أنا مش عايزك تكوني متضايقة من صراحتي، بس لازم أكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي. ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني ان مراتك مش هنا، قلت اجي اعمل الواجب. لو انت ما بتعرفيش تعملي الواجب الفوض النوم. الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج؟ ما يلزمش. متاكد؟ متاكد. حاجه كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. يا شو انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت. ايه؟ معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجي لك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب مسكه بقى عشان يطير. طب ما يطير، هو انا ماسكاه؟ ما الدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. اوعد اهل دايرتي الكرام، اول ما رجلي تخطي عتبة المجلس لازم لا منطقة ولا فرد اتواج. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. واوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشة الكريمة بلا سل بلا اهانة بلا ضرب عن قفا. بقاش المر اسم الله عليه، اسم الله عليه، اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل يا علوفه. اتفضل. وفي لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. مش ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص، انما قول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري. ولا اتاوى ولا غرامه، بكره الشعب عنده كرامه. كرامه؟ اه مكتوب كرامه؟ اه مكتوب كرامه. اتفضل.
شيشة المعلم يا كوارع. ولا يا جند الشباب. كرامة بكرة الشعب عنده كرامة. ولا أداوة ولا غرامة بكرة الشعب عنده كرامة. جند الشباب اللي حمينا المعلم خميس أفندينا. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه عبد الله على السلامه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. تعال كتكوت. تعال البيت. تعال يا باشا. ريحوا الرجاله. هموت يا بيس مرعوبه. ايه بس استهدي بالله يا ابله والمصحف الشريف ده، انا حاسه انك واخده عين. عين ما صليتش على النبي. عين وايه؟ مركزه. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسه مش عارفه اعمل ايه في النصيبه دي. وده يا اختي اللي فكر الباشا بينا تاني. ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجاه. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقول الافندينا وهو يتصرف. لا انتي اتجننتي؟ انتي عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاتنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انتي وصلي على النبي، وانتي ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى أنت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الآخر. مش عاوز جنس عامل موجود غيرك أنت وخرفوش ورز، فاهم؟ أمرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت قطيل الأرض لغاية ما أصلي ركعتين شكر. براءة؟ ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحية التانية. ها؟ حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعة؟ ها؟ أنت بقى لقط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طباخ السلم بيدوقه، وأنا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس أدخل ده وأمنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطواط لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطواط المرحلة. أمال عضلات منفوخة، جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض. على قفا إيه؟ بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من النهب والفردة والأتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الدكر المنتظر بقى يا سيدي. الدكر؟ الدكر اهو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه، والكل بيتبارك بيه، وانا اول المباركين. انا افديك الساعه يا فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده انا كده تبقى اتفتحت لي طاقه القدر، والدنيا زهزهت، والحظ انتم معايا. يا اخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده انت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل ومعاه شله من اصحابه يقلع ملطه ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عينت، بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره
أو تقفش من جيوب الكل. بقول لك يا بجاش. نعم. في الهتاف هنا في الآخر كان فيه بيقولوا حاجة كده، الشعب عنده إيه؟ كرامة. غيرها. ليه؟ ما يصحش. آه عندك حق. ما تناسبش المرحلة. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما أنا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ. ماشي. طلعنا.